الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن اليوم في حملة تحسيسية للناس كبار وصغار في جميع أنحاء مدينة فاس من أجل الحفاظ على الأصل وهو مصدر الحياة وهو الماء. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى عندما سأله أحد الصحابة عن الماء وهو كان يتوضأ فسأله عن إسراف عن الماء فقال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ونشكر على هذه المبادرة والمساهمة الفعلية التي قامت بها جامعة سيد محمد بن الله، وهي بمناسبة جامعة سيد محمد بن الله بكلية الشريعة والقانون بفاس.